عايشنا عم اغنيه والله. اخ جبت لك بقى شويه لحمه راس وحلويات انما يستاهل بقك، مع ان الحاجه حواجه بس انت اخويا وحبيبي وما استخسرش فيك اي حاجه. وده السيد خلي دول معاك. ايه يا عم غنيم، ده احنا اخوات، انت بتعمل ليه كده؟ مع الاخوات ما قلناش حاجه، بس المليان كوب على الفاضي. هو انت كده طمنتني، شكلها كده مبشبشه معاك يا صاحبي. انا اللي معايا دول شويه فك ملاليه مريشه، انا المفروض معايا قدهم 100 مره وازيد. انت بتتكلم بجد؟ والفلوس دي راحت فين يا غنيم؟ اوعى تقول لي بقى نسيتهم في اللوكاندا ولا البوليس لما كبس عليك رميتهم ولا حاجه؟ طمن، فلوسي في الحفظ والصون. طمنتني يا صاحبي. بقول لك ايه، طالما الخميره متكمره كده، لو عايز نطلع مشوار في الرفيع نجيب الخميره تبات في حضننا انا ما عنديش مانع. احنا اكتر من شوع يا عم غنيم. الحكايه غير كده خالص يا ريش. طب ما تفطمني على الحكايه، ايه الموضوع؟ فلوسي عند ناس ولاد هرمة، حق من عمليه عملتها معاهم وعايزين يستندلوا، وبسببها بقى البوليس رصدني وفلت منهم بالضالين. والناس نظامها ايه يا غنيم؟ عايزين يلعبوني يا سيد، عايزين ياكلوا عليا حقي ويطلعوني من مولد بلا حمص، وانت عارفني انا ما سيبش حقي ابدا لو فيها موتي. انت هتقول لي يا عم غنيم، ما انا عارفك من زمان. طب ما تقول لي على الناس دي ونروح ناخد حقنا من حباب عينيهم. لا سيد، الناس دي مش سهله، لازم نشتغل لهم في الازرق الاول لحد ما اعرف اخد حق منهم تالت ومتلت. دي احنا نشتغل لهم في الازرق والاسود والاحمر لو عايز كمان. يبقى جهز نفسك للطلعه اللي جايه. دي طلعت ايه بقى يا مؤاخذه؟ بدايه الشغل في الازرق. على اخر الزمن واحد واطي وحقير زي ده جاي يهددني ويهدد بنتي؟ ده انا امسح اسمه من على وش الدنيا كلها. المشكلة يا بابا دلوقتي في سوها. سوها حالتها بتسوء من ساعة ما شافته. كفاية قوي اللي شفناه أنا وهي منه زمان. ما تخافيش يا نورهان، ولا يقدر يمس شعرة منك ولا من سوها طول ما أنا عايش. ربنا يخليك لينا وما نتحرمش منك أبدا يا بابا. بس حضرتك ما شفتوش هو بيتكلم كان عامل إزاي؟ كان عامل زي الكلب المسعور. ولا همك منه، زي ما عرفت أدبه زمان مش هغلب معاه دلوقتي. يا بابا انت عارف ان شكري طول عمره واطي وقذر وحقود، مستعد يعمل اي حاجة عشان الفلوس. تصور بيهددني ياخد مني سوها. عينه. المهم انت حبيبتي، انا عايزك تنسي الموضوع ده خالص، شليه من دماغك خالص. سيبيني انا بقى اتصرف معاه بطريقتي. المهم دلوقتي أنا عايزك لا ترد عليه ولا تقابليه. أنا لو عليا مش عايزة أسمع صوته ولا أجيب سيرته خالص، أنا بكرهه. بس تفتكر هيسكت؟ يا نوران يا حبيبتي ما تحمليش هم للكلب ده. أنا هتصرف. أهم حاجة أنت بكرة الصبح تروحي المدرسة بتاعت سوها وتاخدي لها إجازة وتروحوا أي حتة بعيد، على بال ما أتصرف مع الحيوان ده أبعده عنكم خالص. طب وطارق يا بابا؟ طارق هقول له ايه؟ يا دي طارق زفت ده. ايه اللي دخل طارق في الموضوع دلوقتي؟ الله، بلاش يا ست طارق، بلاش طارق، بدل ما يعمل لنا فيها عنطر ويبوظ الدنيا كلها. المهم دلوقتي انا عايزك تروحي تاخدي لها اجازه فورا. مجرد ما تاخدي الاجازه تكلميني عشان احجز لكم في اي مكان انتوا عايزين تروحوا فيه. حاضر يا بابا امرك. وبسبيلي نمرة زفت ده اللي كلمك منها عشان لو عوزته اعرف اتصل بيه واجيبه. متشكرة قوي، متشكرة يا رانيا. مالك يا مدام نورهان، في حاجة؟ لا لا لا، أنا كويسة، أنا كويسة قوي.
بيه فيه حاجة؟ لا، في حاجة مستعجلة؟ لا، في شوية مستندات كنت عايزة أمدد حضرتك عليهم، بس بصراحة هما مش مستعجلين قوي يعني، ممكن يتأجلوا. المهم حضرتك كويس؟ عامر بيه حضرتك كويس؟ يعني واضح ان حضرتك ارهقت نفسك قوي النهارده في الشغل، طول اليوم اجتماعات. انا عمري الشغل ما كان بيتعبني، انا ما بقاليش راحتي غير في الشغل. ربنا يديك الصحة يا عامر بيه. بس مدام نورهان طيب قالت لحضرتك حاجة ضايقتك؟ نوران؟ نوران عمرها ما تقول حاجة تضايقني. امال في ايه بس؟ حضرتك شكلك مش طبيعي، في حاجة مضايقك؟ الواد الحشرة العقير اللي اسمه شكري رجع مصر تاني. شكري الباشا رجع مصر؟ ايوه رجع مصر يا ستي. الحيوان العقير، بس هو جاني على روحه، ده عايز يعمل راسه براسي. شفت يا رانيا الزمن لف ودار، وشكري الباشا بيعمل راسه براسي. نسي انه شغال عندي، وانا اللي كبرته وعلمته. لما تقولي ايه بقى؟ قليل اصلي. هو ما حرمش من اللي حضرتك عملته فيه زمان؟ لا، النوايا دي مفيش فايده فيها. انا زمان قرصت قرصه صغيره كده، وزي ما عملت منه رجل اعمال كبير رجعته شحات، رجل اعمال شحات. بس المره دي بقى القرصه مش هتنفع، دي فيها قطع رقبه. انا واثقه ان لو حضرتك حطيته في دماغك مش هيطلع لي نهار. رانيا انا عايزك تتصلي بالاستاذ شوقي مدير الشؤون القانونيه، ويكون عندي بكره الصبح هنا في مكتبي. عايز اعرف الحشره ده دخل مصر ازاي، دخل مصر ازاي وهو اسمه على قوائم الترقب كلها، عشان القضايا اللي عليه والديون والشيكات. امرك يا عامر بيه، بس انا هستاذنك اخد القهوه دي علشان صحتك، وهبعت لك عصير ليمون يروق دمك. وبعدين حضرتك مضايق نفسك ليه؟ ما انت بتقول حشره ولا يسوى. ماشي يا شكر الكلب، انا هعرفك مين هو عامر الديب. عبدو، عبدو. نعم يا استاذ. بقول لك ايه، خد فنجان القهوه ده واعمل عصير ليمون لعامر بيه ودخله له على طول. حالا يا فندم. رانيا انا شكري الباشا. شكري؟ انت اتجننت؟ ازاي تكلمني على تليفون الشركه؟ وحشتيني وعايز اشوفك. بتخلص شغل الساعه كام؟ مش عارفه، على حسب الظروف. اوكي يا روحي، يبقى هستناكي بعد ما تخلصي تمري عليا. واتاخري، انت عارفه شكري الباشا ما يحبش حد يتاخر عليه. يلا خدي العنوان. اوكي ثانيه واحده. ديزل